وزير الإسكان السعودي يعيد بالكشف عن المزيد من الحوافز غير البنكية لشركات التطوير العقاري. وزارة العمل السعودية تؤكد متابعتها لما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدم التزام عدد من المنشآت بدفع الأجور لعاملها. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية تؤكد تعثر أو تأخر نحو 45% من المشاريع الحكومية التي راقبتها في الفترة بين عامي 2012 و2014.